أضحى العراق منذ الأزمنة الموغلة في القدم مهبطا لشعوب عديدة وعناصر مختلفة، وتاريخ بني إسرائيل في العراق هو ما يهمنا في هذه السلسلة الوثائقية، نقدمه بموضوعية وحيادية تامة بالاعتماد على عدة مصادر من الكتب. فهذا الشعب قد عاش على هذه الأرض قرونا مع أجيال مختلفة، ورأى دولا نشأت وعظمت وتضاءلت. ويعود تاريخ اليهود في العراق إلى العصر الآشوري والعصر البابلي. أما ما تدعيه بعض الكتب اليهودية فهو خلاف للواقع التاريخي، بأن العراق وطن اليهود الأصلي، كونهم هاجروا مع إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين قبل 4000 عام قبل الميلاد، وكان عددهم 4000 نسمة، في حين أن المعلومات التي تركها لنا الأقدمون تدل على أن اليهود ظهروا في العراق لأول مرة في العصر الآشوري بصفة أسرى في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد، أي بعد عصر إبراهيم الخليل 1200 عام. والتوراة ذاتها تؤكد بكل صراحة أن إبراهيم الخليل هاجر من العراق بمفرده وذهب مع سارة امرأته ولوط ابن أخيه، ولم يكن لليهود وجود في العراق أثناء عصره. لن نذهب بعيدا في القضايا التاريخية التي تتحدث عن أصل اليهود ووجودهم في المنطقة، فهذا يحتاج الكثير وليس هو ما يعنينا فيما قررنا تقديمه، فنحن في صدد تناول تاريخ اليهود في العراق حصرا. والمصادر تشير إلى أن أول احتكاك حصل بين الأشوريين وإسرائيل كان قد حدث في زمن شلمنصر الثالث، ففي عام 835 قبل الميلاد خاض حربا مع الآراميين الذين ألفوا اتحادا مع بقية الممالك الآرامية وفينيقيا وإسرائيل ودويلة عربية، ووقعت المعركة في القرقار على نهر العاصي في سوريا، وتمكن شلمنصر الثالث من إخضاعهم للجزية. وفي مسلته المشهورة نشاهد عدة نقوش لحملاته على البلاد التي فتحها، وفي هذه الحرب سبي الكثير ونقلهم إلى مملكة آشور وأسكنهم في مناطق جبلية بعيدة يصعب عليهم مغادرتها. ثم قام الملك تجلات بلاشر الثالث بحملة ثانية على إسرائيل واستولى على مملكتها وأخضاعها لمملكته، وسبي الكثير من سكانها وحمل الأسرى إلى أشور. وفي عام 721 قبل الميلاد قام الملك الآشوري شلمنصر الخامس بحملة عسكرية ثالثة على إسرائيل، وحاصر عاصمتها أورشليم، لكنه مات في العام 722 قبل الميلاد. واصل القادة العسكريون الحصار على السامرة 3 سنوات عجاف مريرة، ثم استطاع قائد القوات الآشورية في النهاية احتلال المدينة وسبي أهلها، وبلغ عدد الأسرى الذين نقلهم إلى آشور ما يقارب من 27000 إسرائيليا، وأسكنهم في مناطق تقع حاليا ضمن حدود الدول الثلاث: العراق وإيران وتركيا. أما الحملة العسكرية الرابعة في العصر الآشوري فقد تمت في عام 702 قبل الميلاد، حيث قاد الملك سنحاريب جيوشه متوجها صوب مملكة يهوذا، واستولى على 46 مدينة، ثم غزا بعدها مدينة أورشليم، وأجبر الملك حزقيا على عقد معاهدة صلح. ويبدو أن المعاهدة ساهمت في التخلي عن الأسرى وتركهم. وفي عام 672 قبل الميلاد قام الملك الآشوري أسرحدون بحملة عسكرية خامسة على مملكة يهوذا، وتم أسر ملكها ونقله مقيدا إلى بابل. وبعد فترة أعاده أسرحدون إلى أورشليم ونصبه ملكا عليها من جديد، بعد أن جعل مملكته تابعة وخاضعة للمملكة الآشورية. وبعد سقوط الإمبراطورية الآشورية ظهرت على مسرح الأحداث التاريخية الإمبراطورية البابلية المعروفة بقوتها، ويعد عصر الملك نبوخذ نصر من أكثر فترات مملكة بابل الجديدة ازدهارا واستقرارا. وأخضع نبوخذ نصر بلاد سوريا وأجبر ملك يهوذا على الاعتراف بالسيادة البابلية على أراضيها. وفي هذه المرحلة برز دور النبي إرميا الذي دعا بني إسرائيل في مملكة يهوذا لعدم مقاومة ملك بابل نبوخذ نصر. وفي عام 597 قبل الميلاد حدث تمرد في أورشليم أبان حكم الملك يهوياكين. وكان هذا الملك قد أظهر العداء تجاه إرميا النبي، وقدم نبوخذ نصر إلى يهوذا لإخماد هذا التمرد، وحاصر أورشليم ثم استولى عليها ونهب كل خزائن وكنوز هيكل سليمان من الذهب والفضة، وأرسلها إلى بلاده وسبي كل شيوخ ورؤساء أورشليم وآخرين عددهم 10,000 شخص. وهذا السبي هو الذي يطلق عليه المؤرخون السبي البابلي الأول، وكان ضمن هذا السبي الملك يهوياكين وأفراد عائلته، وقد أرسلهم نبوخذ نصر إلى بلاده. وبعد هذا السبي ارتقى الملك صدقيا عرش مملكة يهوذا بعد أن عينه الملك نبوخذ نصر بدلا من يهوياكين الملك المخلوع. أعلن الملك صدقيا التمرد على الملك البابلي، لهذا قرر نبوخذ نصر العودة مرة أخرى إلى فلسطين للانتقام. حدث هذا عام 589 قبل الميلاد من خلال الحملة العسكرية، حيث أخذ ملك بابل يستولي على مدن يهوذا. وفي هذه المرة كان نبوخذ نصر قد أظهر قسوة شديدة، حيث قام بإحراق وتدمير كل ما كان يقابله. وبعد يهوذا اتجه إلى أورشليم وحاصرها قرابة 18 شهرا، وأصبحت الحياة في المدينة المحاصرة غاية في المشقة، ونفدت المؤن وضربت المجاعة كل من كان بداخلها. هرب الملك صدقيا وأفراد عائلته ليلا، وتمكنت جنود البابليون من أسره في أريحة، وأمر نبوخذ نصر بقتل عائلته وكبار رجال مملكة يهوذا، ثم قلع عين صدقيا وقيده بالسلاسل وأرسله أسيرا إلى بابل. بعد تدمير أورشليم وهيكل سليمان سنة 587 قبل الميلاد، جمع نبوخذ نصر الآلاف من شعب مملكة يهوذا وقام بنقلهم إلى أرض بابل. ويميز المؤرخون هذه الحادثة باسم السبي البابلي الثاني سنة 578 قبل الميلاد، ويقدر عدد الذين تم سبيهم بنحو 70,000 شخص. وهكذا انتشر اليهود في عدة مدن مثل بابل وآشور ونينوى، كما هرب الكثير منهم إلى مصر، واختلط هؤلاء اليهود بشعوب البلدان الأخرى التي عاشوا فيها. عاش اليهود بعد سقوط مملكتهم مرحلة السبي البابلي في العراق، وهي الفترة التي يظهر أنهم بدأوا فيها بتدوين التوراة، أي بعدما لا يقل عن 700 عام من ظهور موسى عليه السلام، ولم ينتهوا من تدوينها إلا أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. وعاصر اليهود المسبيين في بابل النبي حزقيال والنبي دانيال، كما ولد في بابل فترة الأسر 3 أنبياء هم زكريا وملاخي وحاجي. رحل الملك البابلي نبوخذ نصر حوالي عام 562 قبل الميلاد، وشهدت الإمبراطورية أزهى عصورها في عهده، ثم حل ضعف الإمبراطورية البابلية، وكان آخر ملوكها الملك نابونيدس، وكان ضعيفا فتوالت عليه حوادث العصيان. وقد استطاع الملك الفارسي كورش هزيمة ملك بابل نابونيدس، وفتحت أبواب بابل أمام الجيش الفارسي وسقطت الإمبراطورية البابلية، وكان ذلك حوالي عام 538 قبل الميلاد. وأظهر كورش تسامحا واحتراما كبيرا تجاه اليهود، وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء هيكل أورشليم. لكن ما يثير العجب أن الأقلية من يهود السبي وافقوا على العودة، أما الغالبية العظمى منهم فقد فضلوا البقاء في بلاد السبي، وزاد ثراء الكثير منهم وطوروا حياتهم من خلال الأجواء النشيطة في بابل.